وكما قال أبيقراط وأرسطو وأفلاطون فإن كل شخص له صفة تميزه عن غيره. غلط، المفروض إن كلنا سواسية. الاختلافات الفردية لا تغير من الأمر شيء، لأننا بنكمل بعضنا البعض. لا 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 لا، هو ده الغلط بعيد. هو اللي ألغى الطبقات وأوجد الحقد الطبقي من الفقراء على الأغنياء، ومن هنا ظهرت السرقة وكثرة اللصوص. بس أنا شايف إن الوسطية هي الحل. السرقة وكثرة اللصوص ظهروا من طبع وجسع الأغنياء، وبقى كل شيء بيمشي بالرشوة والمحسوبية. علشان مفيش نظام، مفيش تعايش مع الواقع، لازم يبقى في ناس بتاكل كافيار وناس بتاكل فول. يا جماعة أنا عايز نابت، فين النابت؟ ضروري كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، يا زحمة والحياة غربة، بنتلاقى تفرقنا وطعم اللقمة بأمرة. زوروني كل سنة مرة. الله يا ملك، الله، ايه الجمال ده والحلاوة دي؟ الله الله يا ملك، يا سلام. اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، يا فردانه مني يزعي وريايا، فاهم؟ اوعى تكلمني بابا خطيب. بس يا انس اطلع بره يا شويه تصيع. انا اعترض. اعترض على نفسك. لا 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 لا، ايه ده؟ لا 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 لا، اطلع بره. اطلع بره. ماشي ماشي، في 60 داهية. اطلع بره يا شويه تصيع. اوعى تكلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اطلع بره. انا اللي استاهل كل اللي يجرى. انت اللي تستاهل. يا اطلع بره. فاطين، ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده قفلت الصالون. صالون؟ صالون ايه يا انس؟ انت لو كنت فتحت صالون حلاقه كان يبقى احسن. ايه دول شويه صيع جايين عشان ياكلوا ويشربوا بس؟ مالك زعلان كده ليه؟ كنت عارف انك هتستناني، وانا ما كنتش هنام من غير ما اتكلم معاك. حطيت نفسك مكاني وشفت العالم اللي انت كنت عايز تعيشه. شفت العالم بتاعك كله دمار ورعب وخوف ودم، ويا ريتني ما شفت العالم بتاعك نهايته الموت يا ميشو. ما كلنا هنموت. ايوه بس مش عايشين ندور على الموت ونروح له برجلينا. هو طريقي وباختياري، وده العالم اللي انا عايز اعيش فيه، بس العالم ده صعب ان الواحد يعيش فيه، وانا صعب ابعد عنه. شوف عالم تاني غيره. قصدك العالم اللي انت عايشه؟ ما شفته. شفت ايه؟ شفت ضعفك حتى مع خطيبتك لمياء. مالكش دعوه بخطيبتي لمياء يا ميشو. شفت حب التلاميذ ليك وحب عمي انس، شفت خوفك عليا في كتابك. بس للاسف عمري ما هبقى فطين. يا فطين مش لازم تكون فطين، بس ما تبقاش ميشو. صعب، انا بحب ميشو، ما اقدرش استغنى عنه. بس خلي بالك بقى، اللي هو اللي استغنى عنك. متخافش، عمر الشقي باقي. الفلوس دي مش بتاعتي، بتاعتك. فلوس؟ فلوس؟ فلوس عملية طلعتها مكانك كمان. ده احنا بقينا جامدين قوي، وبقينا نطلع عمليات. بس دول حقك يا فاطمة، وانا مش هاخد منهم حاجة يا ميشو. ماشي. سلام. ميشو. نعم. اوعى تكون زعلت خطيبتي لمياء. سلام. ما انا كان ممكن ابوس سارة واضايقك.
متأخر قوي. صباح الخير يا سمسمة. كده تسيبيني نايم لحد دلوقتي؟ ايه ما جوعتيش ولا عاملة دايت؟ ماشي يا ستي. هذا الفطار بتاعك. بصحيني بعد كده يا سمسمة. ها الحباه ما استحمى واتوضى عشان اروح اصلي صلاة الجمعة. فاطين يا فاطين. سميرة سميرة راح فين الزفت ده؟ انت يا زفت يا فاطين. اوف زهقت. فين اللي اسمه فاطين ده؟ راح فين يا فاطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فاطين. نعم. رايح فين حضرتك؟ يعني شايفاني لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة وماسك في إيدي سبحة، والنهاردة يوم الجمعة، يبقى رايح فين؟ أروح ألعب تنس يعني؟ حضرتك رايح أصلي الجمعة. اعترضي بقى اعترضي عشان ربنا يسخطك في يوم زي ده. اتكلم بأدب يا قليل الأدب، دي مش أخلاق واحد رايح يصلي. لسه بدري قوي على الصلاة وأنا لسه ما شربتش النسكافيه بتاعي. إيه؟ حضرتك بقى أنا بحب أروح الجامع بدري، وما حبكش يعني حضرتك تشرب النسكافيه بتاعي غير وأنا رايح أصلي؟ بطل رغي بطل رغي. إيه القرف؟ أنا زهقانة متضايقة يا أخي. اعملي النسكافيه بتاعي. هتعمله ولا مش هتعمله؟ لا مش هعمله. ها بقى كده؟ ايوه ماشي. سيد يا سيد. ايه سيد؟ في ايه يا سيد؟ عملت ايه يا زفت على الصبح؟ زعلت سمورتي ليه؟ بابا حضرتك سمورتي دي بقى عايزاني اعمل لها نسكافيه بتاعها الصبح كده هنا يا بابا. من حقها يا اخي من حقها من حقها تشرب نسكافيه كافيه وليه تشرب اللي نفسها فيه من حقها. يا بابا انا رايح اصلي. طب انا هزممك ذمه، في حد رايح يصلي دي تبقى اخلاقه؟ دي اخلاقه يزعل مرات ابوه اللي في مقام امه. انا اسف يا بابا انا اسف. النسكافيه بتاع حضرتك سكره ايه؟ شفت قال لك ايه؟ في مقام ماما الله يرحمها. ها بس انا عدالك وسكري مظبوط. حاضر. وانا اعمل لي شاي سكر زياده بسرعه. حاضر يا بابا. وجهز لي الفطار كمان. يلا اعترض بقى اعترض. اغضب ابوك اغضبني. لا انا اسف يا بابا. اغضبني وانا غضبي بسرعه. لا انا اسف يا بابا. ما تغضبش يا بابا انا اسف. حاضر هعمل لحضرتك كل اللي انت عايزه. حاضر. طب اتفضل. حاضر. اتفضل بقى اعمله بسرعه علشان انا ما اغضبش. حاضر يا بابا. ولا اغضب؟ لا يا بابا ما تغضبش يا بابا. ولا انا ازهق. زهق براحتك. سامحني يا رب ما كانش قصدي اغضب بابا، بس قصدي ازهق مرات بابا. خدها يا رب. شفتي اخلاق ابني بيدعيلك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم. ايه ده يا عم انس؟ صلاه الجمعه خلصت بصيت حواليا ما لقيتش حضرتك. عم انس وحضرتك زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ يعني ما انتش عارف؟ واعرف منين يا عمي وانا من امبارح الصبح ما شفتش حضرتك؟ جري يا فاطين. هلا انت نسيت اللي عملته في الصالون ولا ايه؟ بقى بعد ما فرحتني وقلت لي ان انا هقابل اشجان هانم واتقدم لخطبتها تقوم تعمل اللي انت عملته ده؟
ايه ده، هي اشجان هانم عرفت ان حضرتك بتحبها؟ الله، انت مش رحت لها امبارح؟ لا. يعني ايه يا فاطين، كنت بتضحك عليا؟ لا يا عم والله، بص انا هفهم حضرتك الحكايه كلها. انا امبارح ما كنتش انا، كنت ميشو، وميشو كان انا، يعني ما كانش هو. يعني انت اتحولت من غير ما انا اعرف؟ هو ده اللي حصل بقى يا عمي، وانا اللي طلبت من ميشو كده علشان يتغير، وبرضه فشلت. وانا اقول فاطين عمره ما قال لي انا اسحاف، وايه اللي غيره كده؟ انما قول لي بقى يا عم انس، هو انا عملت ايه امبارح؟ قصدي اخويا ميشو عمل ايه؟ طرد كل اعضاء الصالون وكسر على دماغ الاستاذ عبد العليم. الاستاذ عبد العليم؟ يا خبر ابيض، ده زمانهم بقى دلوقتي فاكرين ان انا اللي عملت كده. اذا كنت انا نفسي افتكرت ان انت اللي عملت كده، امال هما ما يفتكروش. خلاص يا عمي، يبقى انا بقى المفروض اعتذر لهم كلهم المره الجايه، علشان ساعتها مش هقدر اقول لهم ان انا ما كنتش انا. سيبك بقى من الموضوع ده يا عمي، عايزين نشوف موضوع الجو الجميل. اشجان هنا، ها ناوي على ايه؟ ناوي على ايه ازاي؟ هروح لها طبعا حسب الميعاد، بس انت هتيجي معايا يا فطين. طبعا يا عمي طبعا. عمي، من الواجب الاول ان احنا نقول لبابا علشان يجي معانا، اخوك الكبير برضه. يا سلام. طب قول لي بقى، فين اللي اسمها اشجان دي؟ يا بابا اخرس انت، قول انت. كانت بتيجي الاستوديو عشان تتصور، وطبعا ضحكت وهي بتتصور، حضرتك افتكرت انها بتضحك لك انت، وقعت في حبها. يا بابا اخرس انت، ما تلاقيك انت اللي غويت وما هو ماشي وراك. انا ما حدش غواني يا سيد، انا بحبها. بلا حب بلا كلام فارغ، ده انت لسه صغير. الحب مش كلام فارغ يا بابا. الحب مش كلام فارغ يا سيد. اخرسوا انتوا الاتنين. طب مش الاول نعرف اصلها وفصلها ومن عيله مين دي اللي هتناسب عيله سيد الحاوي اللي على سن وربع؟ يا بابا مليون مره قلت لك اخرس انت. عيله يا سيد؟ اشجان بنت اصول، وكمان ما هياش محتاجه. غنيه يعني؟ ساكنه فين دي؟ في فيلا هنا في المانيا. كلش يا اشجان توفيق اللي في فيلا توفيق باشا. ايوه يا سيد، ايوه هي. دي تعبتني، قصدي انت وقعت عليها ازاي دي؟ انا بحبها وهي موافقه، هتيجي معانا ولا لا؟ طبعا هاجي. امال ايه؟ امال عاوز تروح لوحدك وتخرج عن طوعي؟ سيد انا جاهزه يا حبيبي. وانا كمان جاهز لسمرتي. احنا هنروح السيما، لما نرجع نبقى نروح لها. ماشي يلا يا حبيبي، عايزين نتفرج على الفيلم من اوله. يلا يا حبيبي، تحبي تروحي فيلم ايه؟ نفسي اشوف فيلم رعب. ماشي يا حبيبي، ده لسه هيروحوا السيما. معلش يا عمي لسه بدري. احكي لك بقى اللي حصل لي امبارح عقبال ما يرجعوا ان شاء الله، وتقول لي اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها.